الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبيبة زينة، إن شاء الله كامل تكونوا بخير، إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة. اليوم وش راح نديروا؟ راح نديروا حصة رابعة من حصص التحضير الجيد للبكالوريا 2023. والحصة هذه اللي مديتها لكم، بعثت لكم الصور تاعها، اللي هي كيفاه نخرجوا عبارة الاستطاعة. هكذا نورمال ممكن راكم تسمعوا فيا. قبل ما نديماري يا جماعة، كاين زوج حوايج ندومونديهم لكم. حاجة الأولى، لازم زوج يخدموا معايا كيما موالفين، زوج يسألوني بزاف يخدموا معايا. شكون اللي يحبوا يتفضلوا؟ أنا أستاذ. أنايا. أمينة، وزيد شكون دوزيام؟ أنايا. أنا. لينا، وزيد شكون؟ مبروك. لينا ومبروك، هيا أوكي. واللي يحب أمينة، تقدر ثاني تفضلي معاهم مادام راكي رافعة يدك. أوكي. راكم في ثلاثة، هكذا. جماعة قدها العدد تاعكم راه 37. جماعة مرة جاية انتم راكم 37، الله يبارك ما شاء الله. مرة جاية كي ننشر فيديو في اليوتيوب، لا أقل علقوا لي على الفيديو هكذا، تكونوش تشوفوا الفيديو وبعد تجاهلوا هكذا. أنا ماذا بيا كل واحد لا يحضر هنايا نهار اللي نطلع الفيديو يعلق لي فيديو على أقل تزيد الخوارزمية الانتشار تاعو. هذه أول حاجة. وثاني حاجة، ما تنساوش دعاء الوالدة بالشفاء ودعاء الأب بالرحمة إن شاء الله. هكذا إن شاء الله. هيا نبدأ على بركة الله وحفظه. روحوا الاستطاعات. هكذا أول حاجة نبدأ بها جماعة. وش راكم تشوفوا هنايا؟ هيا مبروك. وش راك تشوفها مبروك؟ شخصية. أيوة شخصية. إذا أول حاجة لو كان نروح نشوف الاستطاعات، وش هي الوحدة تاعها؟ لو كان نسألكم وش هي وحدة الاستطاعة؟ الوحدة اللي تعرفوها الواط. سؤال مطروح على واط. هيا صاي، علاش سموها له وحدتها اسمها واط؟ تكريما لواش العالم جيمس واط. هيا جيمس واط خلدوا اسمه بالوحدة واط. هكذا. وهذا هما اللي هذا هما اللي ترفع عنهم القبعة. عكس وقتنا الحالي عادوا يرفعوا القبعة للناس تاعهم. هكذا حنا ما يهمناش جيمس واط، واش يهمنا واش هي الاستطاعه. نعطيكم نظره خفيفه عليها ونديماريوها، ما نحبش الكتابه بزاف انا. الاستطاعه واش هي يا جماعه؟ هي كميه قياسيه تعبر عن معدل نقل طاقه كهربائيه، شغل معدل نقل طاقه كهربائيه بواسطه داره كهربائيه خلال مده زمنيه معينه، ويرمز للاستطاعه برمز في نسبه كميه البويسونس. واش معناتها يا جماعه؟ الاستطاعه واش هي؟ هي الطاقه ممتصه خلال واحد كذا. كما تعبر القدرة الكهربائية عن مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة من سلك كهربائي، فرق الجهد الكهربائي بين طرفه لواحد فولت، ويمر فيه التيار الكهربائي مقداره واحد أمبير خلال واحد ثانية. هذا هو تعريف الاستطاعة. مش ركزوا عليه احنا، مش راح ركزوا على كيف خرجوا قوانين الاستطاعة. هكذا متفاهمين جماعة؟ أول سؤال يجيكم لو كان يجيكم في البكالوريا، حاب نعطيكم واحد التخمينات بمراجع ما تغلطوش. لو كان يجيكم سؤال في البكالوريا يقول لك احسب الاستطاعة ويسكت، يجيكم سؤال في البكالوريا يقول لك احسب الاستطاعة ويسكت، واش راح تحسب هنايا؟ يعني جاوبوني مبروك، جاوبني واش راح تحسب كي يقول لك احسب الاستطاعة؟ تاع الطاقة والزمن نحسبوه. ايوا لا شوف، إذا هنا كي يجيني السؤال احسب الاستطاعة معناتها واش يجي في راسي؟ يجي في راسي ثلاث احتمالات. اسكو راه يقصد في الاستطاعة بي اللي هي الفعالة، ولا يقصد في الاستطاعة كي اللي هي ردية ولا ارتكاسية، ولا يقصد في الاستطاعة الاس اللي هي استطاعة كلية ولا ظاهرة. بصح كي يقول لك احسب الاستطاعة واش يقصد بها؟ نهار اللي يقول لك احسب الاستطاعة ويسكت ديما واش يقصد بها؟ يقصد بها الاستطاعة الفعالة هي اللي نعاودو نخدمو بها بزاف. صحيح. نهار اللي يقول لك احسب الاستطاعة ويسكت، واش معناتها يقصد بها الاستطاعة الفعالة؟ نهار اللي يحب يطلب منك الاستطاعة الارتكاسية ولا الاستطاعة الظاهرية راح يقول لك احسب الاستطاعة الارتكاسية لي، احسب الاستطاعة الظاهرية لي. فاهمين عليها؟ يعني هذا الغموض الأول ناحية المرأة. تفضلوا. واش السبب فيه؟ بيناتهم هذوك. هاني جايين، هاني جايين صاي بلا. أنا لينا السائلة. بالعقل هنا جايين لينا، بالعقل. صاي. ألو. لينا كوبي الصوت تاعك، كوبي الميكروفون هيا. واش الفرق بيناتهم؟
هنا جايين لهم بالعقل يا جماعه، رانا جايين بالعقل. احنا واش قلنا؟ قلت لكم كي يجي السؤال احسب الاستطاعه صاير، واش يقصد بها؟ الفعاله. طال فعاله ايوه درك ورانا جايين. واش فرق ما بيناتهم؟ نكملوا، عاين نكملوا الخدمه تاعنا جماعه. بعد تسالنا ما هي هذه الاستطاعات، واش يقصدوا بالاستطاعه بي، واش يقصدوا بالاستطاعه كي، واش يقصدوا بالاستطاعه الاس. واش راكم تشوفوا في العرض؟ مبروك واش تشوف؟ ايوا كي واحد راه يشري. ايه مبروك واش راه داير؟ راح يشري حبات شينا هكذا، حاب ياكلها. مبروك كي يشري حبات شينا، كيف واش الخطوات اللي يديرها باش ياكل حبات شينا؟ اول خطوه يشري حبات شينا اخي هكذا كما راكم تشوفوا، والخطوه الثانيه واش هي؟ واش لازم يدير لها؟ يقشرها. يقشرها صحيتي. والخطوه الثالثه واش لازم؟ ياكل الثمره هكذا. هنا كده كاينه مرحله، كاينين ثلاثه، كاينه حبه شينا اللي شراها، وكاينه القشره اللي قشرها، وكاينه ثمره اللي راح ياكلها. اذا هذه بالنسبه لحبه شينا، حبه شينا واش نسميوها؟ حبه الكليه صحيح، حبه الكليه. والقشره هذه واش نسميوها؟ القشرة اللي احنا نرميها، القشرة اللي احنا نرميها اللي ما نحتاجهاش. خي ما كاش اللي ياكل القشرة. قولوا واش معناتها؟ ايه معناتها هذه القشرة احنا نرميها، اللي تعبر عنها الاستطاعة واش هي الارتكاسية ولا الردية. ايوه والحبة الشينة اللي احنا ناكلها اللي راح ياكلها مبروك، راح نديها لك مبروك اسمح لي. حبة الشينة اللي راح ياكلها مبروك هي الاستطاعة الفعالة اللي راح يستفاد منها. هذا بالنسبة لمبروك. استاذ وي تفضلي. الاستطاعة الظاهرية هي الاستطاعة ال تفضلي كملي كملي. الو استاذ، كاين ثلاث انواع استطاعة. هي الفعالة. فعالة صحيتي. والاستطاعة الظاهرية والارتكاسية والردية. ارتكاسية نفسها ردية، ثلاثة صحيتي. هاني جاي لي هذا السؤال، راح تسالي هاني جاي لي صحيح. هنا واش معناتها كي عطيتكم حبه شينا واش عرفتوا كاين ثلاث حوايج؟ الحبه الكليه، القشره اللي نرميها، والحبه والشينا الثمره اللي نستفاد منها غير هكذا. ايوه نعم. العناصر الكهربائيه ثاني عندهم نفس الماده تاع الانسان، عناصر كهربائيه عندهم الاستطاعه الكليه اللي تجيهم من المولد، راكم معايا؟ عندهم استطاعه اللي يمتصوها اللي هي فعاله، وعندهم استطاعه اللي يرجعوها اللي يردوها، يعني ما يستعملوهاش صحيح. هذو الاستطاعات جماعة العلاقة ما بيناتهم واش هو؟ مثلث، يسموه مثلث الاستطاعات. راكم شوف هذا المثلث الأزرق صحيح. أيوة دركو هذه الاستطاعة اللي جاية في المجاور شنو نسميها؟ الاستطاعة الفعالة اللي يمتص العنصر الإلكتروني ولا الكهربائي، اللي يتمثل واش تمثل؟ تمثل شينا هذه. وهذا المقابل واش يمثل؟ الاستطاعة الارتكاسية سهلة. وهذا واش راكم تشوفوا؟ شوفوا الاستطاعه الارتكاسيه واش درت؟ حبه القشره تاع شينا واش درت لها؟ بس رميتها مرموها من الاحتياج، معناتها العناصر الكهربائيه الاستطاعه الارتكاسيه الثانيه رجعوها ما يستعملوهاش صحيح. وكاينه هذا الوتر واش هو؟ الاستطاعه الكليه، الاستطاعه الكليه. اذا الاس وكانه هو الحبه شينا بالقشره تاعها كما راكم تشوفوا، والثمره هذه اللي تتكلى هي الاستطاعه الفعاله، والقشره واش تمثل يا جماعه؟ الاستطاعة الردية الارتكاسية. هذه هي الاستطاعات الثلاثة، عطيتها لكم بهذا الشكل باش ما رجيتش تشفوا عليهم وما تنساوهاش. كي نعطيكم قوانين ماكش راح تنساوها لمدى طويل ان شاء الله. هكذا نكملوا نكملوا. دركو لو كان نقول لكم العظام واش يمثلوا؟ واحد ما سالني هذا السؤال. العظام واش يمثلوا؟ واش يمثلوا العظام يا جماعه؟ زاوية. لا 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 الضياعات، يمثلوا الضياعات مرة جاية، يمثلوا الضياعات صحيح. المرة الجاية يا جماعة كي نقراوا المحركات والحمولة الإلكترونية نحكوا على الضياعات. اوكي احنا هذوك اليوم الضياعات ما نحتاجوهمش، فاهمين عليها؟ اوكي هاي يا جماعة راح نبداو ندرسوا الاستطاعات ونخرجوا القوانين تاعهم هكذا. روحوا أول استطاعة نبداو بها الفعالة، واش هي الاستطاعة الفعالة؟ بي ولا كي ولا الاس؟ واش سميتها الاستطاعة الفعالة؟ اللي هي بي. اللي هي اكتيف صحيح. ايوه اذا واش رمزوا لها؟ بي صحيح. الاستطاعه القانون تاعها واش يساوي؟ جماعه احنا درسوا استطاعه تاع حموله وحده تتطور، وحده تتطور اش معناتها؟ حموله فيها فاز ونت، فاهمين عليها؟ ثلاثيه التطور راح نخلوها بعد ما نوصلوا تيار متلاعب. هيا اذا الاستطاعه الفعاله واش تساوي؟ تساوي الجهد كي. في
في التيار في كوس في في كوس في سؤال مطرح، كيف جابوا هذا القانون؟ كيف جابوه؟ مبنية على المثلث. مبنية على المثلث صحيح. انتم المثلث تعرفوا في قده قوانين، في نظرية فيثاغورس، في قوانين تاع المثلثية كوس في وش يساوي سينيس في وش يساوي، تعرفوا هذه صح ولا لا؟ اوكي انا اعطيكم هي نعطيها لكم بسرعه كيف خرجوها. باه مره جايه يكون واحد ينسى قانون وتتلف له يولي اسكو يقول بي اسكو بالكوس ولا سينيس، واش لازم يروح؟ يروح المثلث صاي. شوفوا المثلث هذا، هذه وش هو الشبكه واحد الطور. لو كان نسالكم نقول لكم كوس في وش يساوي يا جماعه؟ كوس في مجاور على الوات، يساوي مجاور على الوات. شكون هو المجاور هنايا؟ بي اللي هي بي، والوات هو الاس، والاستطاعه الظاهريه يا جماعه عندها قانون اس تساوي تساوي ديما الجهد في التيار صاي. اذا كوز في يساوي مجاور على الوتر، اذا كوز في شو يساوي بي على اس. انا هذا الهدف تاعي شحال نخرج بي خير بي وش يساوي جدا طرفي في جدا الوسطين، اذا بي وش يساوي اس كوز في والاس الاس عندها قانون، اس عندها قانون شو هو جهد في التيار. اذا بي وش يساوي جهد في التيار في كوز في، هكذا خرجنا القانون. سهله ولا ماشي سهله؟ اذا الاستطاعه الفعاله واش هو القانون تاعها في شبكه احادي الطور تساوي جهد في التيار في كوز في كوز في. والجهد على بالكم يا جماعه كيف نحسبوه؟ بالقانون الاوم كما عرفناه في الحصه الاولى. هكذا نكملوا؟ نعم نكملوا، ما كاش اسئله. روحوا لي بعدها، اللي بعدها دوكو كاينين حموله تكون حثيه ولا سعاويه وقادر تكون مقاوميه. هكذا حنا كي نجيو نحسبوا الاستطاعه ديما نسالوا هذا السؤال، واش هو نوعه؟ الحموله. وغالبا الحموله تاعنا حتكون مقاوميه. هنا واش يقول لك؟ اذا كانت الحموله مقاومه في هذه الحاله، اذا بي واش يساوي في هذه الحاله؟ واش راح يولي يساوي؟ واش يولي يساوي؟ شكون يجاوبني؟ هيا بي في اي يساوي جهد في التيار. علاه؟ علاه؟ في الاي على اثنين صحيح. اذا كان هيا يا جماعه اذا كانت الحموله مقاوميه في هذه الحاله واش راح يصرى؟ اذا في واش يساوي؟ كتاع الحموله مقاوميه فرق الصفحه يساوي الصفر. شوف شو راح يصرى الاس والبي وش راح يصرى لهم؟ راح ينطابقوا على بعضهم. شوف كيف راح يصرى لهم. شوف ها شوفهم ليه شوف شفتوا كيف ولاو؟ بما انه فرق الصفحه يساوي الصفر وش تولي الاس وش تساوي؟ بي هكذا. والاستطاعه الارتكاسيه هنا وش تساوي يا جماعه؟ جهد في التيار تساوي زيرو. استطاعه الارتكاسيه وراها المقابل كاش ما كان مقابل شوفوني ما كانش. اذا في حاله حموله مقاوميه فرق الصفحه يساوي الصفر، بما انه فرق الصفحه يساوي الصفر كوز في وش يساوي يا جماعه؟ واحد. يساوي واحد. وكي نعوضوا في البي وش تساوي بي؟ اذا بي تساوي الجهد في التيار وتساوي الاستطاعه الظاهريه. اذا الاستطاعه الظاهريه والفعاله يقدروا يتساووا في حاله واحده، وقتها يتساووا كتعود الحموله اللي عندنا واش هي؟ حموله مقاوميه. فاهمين عليها؟ صحيح. جماعة وش هي هذه؟ أي قول لي وش هي هذه؟ كرز. كرز أنا عطيتكم حبة كرز قبيل، عطيتكم حبة تشينا. حبة تشينا حبة كلية، القشرة تاعها هي اللي ترميها ارتكاسية، والثمرة تاعها هي الظاهرية. مي هذه مرة عطيتكم حبة كرز. ناكل ديريكت الساندويتش. شكون يجاوبنا؟ هي شكون ذكي؟ هي ناكلوها ديريكت. تاكلها ديريكت، ما كاينش احترمي فيها. اذا ما كاينش معناتها ارتكاسية تساوي صحيح. صحيت ونهار اللي تنساو تفكروا حبة الكرز. معناتها ما كاينش احترمي فيها حتى حاجة. متفاهمين عليها؟ ما كاينش ردية. صحيح. واش هي استاذ هذه؟ ارتكاسية ولا وشنو؟ واش هي؟ هلال هنا بي تساوي اس، بي هي الفعاله والاس هي الظاهريه، وهنا الارتكاسيه واش تساوي؟ كتعد الحموله مقاوميه تساوي صفر. وهنا جايين ليها، مازلنا ما حكيناش على الارتكاسيه يا جماعه، مازلنا ما حكيناش. الحموله المقاوميه تعود كاينه مقاومه. هذه اللي كنت عليها. حموله مقاوميه معناتها التركيبه الالكترونيه كامل مبنيين على عناصر مقاوميه. صحيح، فيها غير مقاومة. ولا نلقاوها مقاومة. هي نلقاو غير مقاومة، ولا نلقاو مكثفة الوشعة بالشر أنه لو كان نحسبوا فيه نلقاها زيرو. معناتها الوشعة والمكثفة يكونوا متعاكسين ونفس القيمة. تولي قيمتهم زيرو، فرق الصفحة يساوي الصفر. هكذا؟ صحيح. إذا واش قلنا؟ شنو هما أنواع الحمولة؟ شو الحمولة كاينين ثلاثة. كاينة حمولة مقاومية. في وش يساوي صفر صحيح. كاينه حموله حثيه معناتها فيها الوشيعه مسيطر عليها الوشيعه، كتعود فيها وشيعه وحدها برك صرفه في تاعها وش يساوي بي على اثنين. بي على اثنين.
وكاينه حموله السعاويه نسبه السعه المكثفه واش يساوي في تاعها ناقص ناقص على 2 هاي 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 كملوا كاين سؤال تفضل الفي الكوس في ديما واحد كوس في يساوي واحد في حاله حموله مقاوميه فقط فقط صحيح وكوس في محصور ما بين واش ما بين كوس في واش معناتها قاعده تكون بي على 2 قاعده تكون قاعده تكون ناقص بي على 2 ناقص بي على 2 معناتها كوس في محصور ما بين 0 و1 قيم تاعها اوكي هاي نكمل وي تفضلي يقولوا لنا حموله مقاوميه مجرد تسمع كلمه حموله مقاوميه سطر لونها واكتب فيه يساوي الصفر صحيح اكتبها ديريكت هي في تساوي صفر وكوس في يساوي واحد وش هو اللي بي هي نفسها الاس تولي بي يساوي في في اي هي نفسها استطاع ظاهر نكملوا هاي نكملوا بنفس الطريقه اللي عنده مشكل في القوانين يتفكر مثلث مثلث يسموه بيف مثلث هذا بيف وكنت نستعمله كنت عندهم حموله مقاوميه فقط اوكي مثلث بيف وش معناتها كي تجي تحسب البي البي وين جايه؟ جايه لفوق وش معناتها؟ استطاع شنو تساوي؟ تيار في الجهد لو كان نجي نحسب الجهد في في جي يساوي بي على تيار لو كان نجي نحسب التيار وش يساوي التيار؟ بي على في هذا المثلث كنت نستعمله يا جماعه كنت عندهم حموله مقاوميه يسطح فاهمين عليها؟ وهذه الامور راكم تعرفون بلا ما تحتاجوا المثلثات صاي واخر حاجه في الاستطاعه الفعاله واش نقولوا واش هي وحده الاستطاعه الفعاله هي الواط جماعه جماعه قادر يقول لك احسب كذا حيث استطاعته تساوي 50 واط ما يقولكش ما يسميهاش ما يقولكش استطاعه فعاله يقول لك استطاعته 50 واط اذا 50 واط من الوحده نتاعها واش مد لك الاستطاعه الفعاله ركزوا على الوحدات تقدروا اذا كي مد لك واط اش معناتها استطاعه فعاله لو كان يقول لك استطاعه تساوي 50 فار في ار هنا واش يقصد بها هذيك الاستطاعه مش الظاهريه الارتكازيه شو هو استطاعه استركازيه يقصد شيخ يا جماعه اطوسي تقول لي استطاعه فعاله هي نفسها الظاهريه مازلنا ما حكيناش ظاهريه استطاعه الظاهريه هي اس والاستطاعه الفعاله هي بي وقتها يكونوا متساويين كتعد حموله مقاوميه كعد حموله مقاوميه قلت لكم متساويين صاي ثاني ما عندهمش علاقه ببعض كلية هي نفسها الظاهرية هكذا الكلية هي نفسها الظاهرية صحيح نكملوا من بعدها أعطيتكم سؤال هذا وش قلت لكم في هذا السؤال يا شيخ وي تفضل هضرنا على الحتية ولا لا مازال ما حكيناش عليها مازال نحكوا على الاستطاعة الفعالة سيتو فاهمينها مازلنا ما وصلناش ارتكاسية ومازلنا ما وصلناش ظاهرية رانا مازلنا في الفعال رانا ندرسوها مليح وخارجوا قوانين مليح كي نفهمهم ونروحوا للارتكاسيه فاهمين جماعه شوفوا معايا طلبت منكم استطاعه الفعاله بعض العناصر الكهربائيه اول عنصر ما اديتكم واش هو مقاومه ناقل اومي يجتازه تيار اي وجهد بين طرفيه في ار لو كان نقول لكم احسبوا الاستطاعه الفعاله تاعو اعطوا لي القانون تاعها في ار واش تقولوا لي تقول لي تساوي في اي في كوس في ايوه صحيح وخلي نجاوبكم انا اذا الاستطاعه بين طرفي المقاومه واش تساوي؟ تساوي الجهد في ار في التيار الذي يجتازه اي في كوس في هكذا في كوس في وبما انه ار هذه حموله مقاوميه ولا ماشي حموله مقاوميه؟ مقاوميه معناتها في واش يساوي؟ في واش يساوي؟ صفر وكوس صفر واش يساوي؟ صفر واحد عنصر في اذا في واش تساوي؟ في واش تساوي؟ في ار في اي ار في صحيح جماعه لو كان ما مدلكش في ار كيف تحسبها في ار والجهد واش يساوي الجهد بقانون اون في ار واش يساوي ار في ار في في اي واش تولي قانون يساوي ار في اي مربع في اي صحيح يساوي ار في اي مربع فهمنا عليها هذه بالنسبه اول عنصر كهربائي اذا حموله مقاوميه بما ان حموله مقاوميه في تحت تساوي صفر كوز في يساوي واحد اذا استطاعه بين طرفي المقاومه واش تساوي في ار في اي فقط ويساوي استطاعات ظاهرية اس نفس نكملوا روحوا العنصر الثاني هذا وش هو زينه لو كنت لاحظوا زينه هيا لو كنت لاحظوا في لو كنت لاحظوا في السؤال اللي مديتكم اعطيتكم ثنائي زينه في استقطاب مباشر صح ولا في استقطاب مباشر ما في حتى هدف باسكو لا في استقطاب مباشر وش يمثل قاطعه مولغه هكذا
مقاومه داخليه تاعو تقول صفر معناتها استطاعت واش تساوي تساوي زيرو. سلك سلك استطاعت واش تساوي جهد بين الطرفين شي يساوي صفر خير. بما انه جهد يساوي صفر استطاعت تساوي صفر. مي الثنائي زين ديما نستخدمه في الاستقطاب العكسي، خدموه على اساس استقطاب العكسي. ايوه اي ثنائي في الاستقطاب العكسي عنده قيمه في زينه، في زينه تعطى من طرف الصانع، قاعده تكون 4.9 قاعده تكون 5 فولت 7 فولت الى اخره. سؤال مطروح، احسبوا لي استطاعه الفعاله لثنائي زينه، احسبوا هذا في زينر في اي، في زينر في اي، في اي. علاه ما قلتليش كوز في؟ علاه ما قلتليش كوز في؟ باسكو على ثنائي زينر، ثنائي زينر لو كنشوفوا التركيبه الداخليه تاعنا نقولوا غير مقاومات، ما نلقاوش شي حاجه ولا مكثفه. اذا واش نقولوا؟ ثنائي زينر هو حموله واش هو؟ مقاوميه. اذا بي الاستطاعه الفعاله ثنائي زينر واش يساوي؟ يساوي جهد جهد بين طرفيها في زينر في التيار الذي يجتازها اللي هو وفي زينر يعطى من طرف الصانع. فاهمين عليها؟ نعم. وي تفضلي. من فضلك عاود السؤال نتاع هذا تاع الزينر كيفاه يجي على صيغه سؤال؟ قاعد يجيك احسب الاستطاعه الفعاله. يقول لك احسب استطاعه ثنائي الزينه. كيقول لك احسب استطاعه بلا ما يقول لك ارتكاسيه ولا ضايع، واش يقصد بها؟ ديما الفعاله. هكذا. والاستطاعه واش الفعاله واش تساوي؟ جهد في التيار في كوز في. هكذا. وبما انه ثنائي الزينه واش هي حموله؟ مقاومية. مقاومية. انت كوز في تعاود تساوي واحد، كوز في تساوي واحد، في تساوي صفر، كوز في تساوي واحد. اذا بي واش يساوي؟ يساوي في زينر. زينر في اي. صحيح. روحوا لي بعد. استقطاب مباشر استقطاب عكسي. واش هو؟ واش مالك استقطاب مباشر استقطاب عكسي؟ الاستقطاب المباشر يكون ثنائي زينر في اتجاه التيار. يعني السهم هذا تاع التيار والراس تاع المثلث يكون في اتجاه واحد. وثنائي زينر ما في حتى فائده في الاستقطاب المباشر، ما استعملوش. هما خدموه على اساس استقطاب العكسي. واش معناتها استقطاب العكسي؟ اتجاه التيار، شوف الاتجاه التيار. رايح نحو اليمين، والاتجاه الثنائي زينر وين رايح؟ اليسار. يسار. هذا ويسموه استقطاب العكس. ومرة جاية كي نجو نقراو مؤجلات منا ونحتاجو هذا الثنائي زينر ونقول واش نديرو به. هكذا. روحوا لي بعدها ديود. هذا واش هو؟ ديود. ديود. اه الديود انا عطيتكم في استقطاب مباشر ودوك نعطيكم استقطاب العكسي. الاستقطاب المباشر ديود شو مثل جماعة؟ قاطعة مغلقة. قاطعة مغلقة، قاطعة مغلقة. قاطعة مغلقة. الجهد تاعها واش يساوي؟ صفر. الله. صفر. اذا استطاعه بي واش تساوي؟ اذا بي واش تساوي؟ تساوي في ديود. في دي في دي في اي. وبما انه ديود في الاستقطاب المباشر وكافي قاطعه مغلقه، في دي واش يساوي؟ صفر تقريبا. صفر في الاي واش يساوي؟ نعم. واش يساوي؟ زيرو. بصح لو كان جا في الاستقطاب العكسي يا جماعه واش يساوي؟ يعني على بالك مبدلها. يساوي فيديو في اي، وفيديو بما انه قاطعه مفتوحه، قاطعه مفتوحه جهد تاعها واش يساوي يا جماعه؟ قلت لكم من قبل اي حاجه قاطعه مفتوحه جهد واش يساوي؟ جهد المصدر. جهد المصدر. صحيح. اذا ديود اذا كان في استقطاب العكسي استطاعت تساوي في دي في اي، وفي دي تساوي جهد المصدر، تساوي في سي سي ولا او على حساب واش يسمي لكم جهد المصدر. اي حاجه قاطعه مفتوحه كي تجي تقيس الجهد بين طرفي وكانك تقيس الجهد بين طرفي مولد الجهد. هذه ملاحظة ديروها في راسكم يا جماعة ديما تمشوا بها. فاهمين عليها؟ نكملوا؟ نعم. نكمل. روحوا لي بعدها. يساوي جهد المصدر. يساوي جهد المصدر اللي يغذيه. اللي يغذيه. جهد في سي سي، في اونتري، كل ما ايش يسميه يسميه وكل ما كيف يسميه. روحوا لي بعدها هذا وش هو؟ وي تفضل. مقحل. ايه. سيبون سيبون. تفضل. ترى جيكم واحد الدرس ما شاء الله في المقحل، الحصه الجايه ان شاء الله. اوكي. في واحد العفيس ما شاء الله، كما راكم تشوفون هنا كل مره تزيد الافكار، كل درس تزيد الافكار. الشغل مش خادم دروس سنه ثانيه بطريقه مليحه بزاف بزاف كما سنه ثالثه. هاي روحوا لي بعدها، روحوا المقحل. هذا هو المقحل، قاعد يجيك السؤال يقول لك احسب استطاعه المقحل. استطاعه المقحل، المقحل كاين زوج استطاعات، كاين استطاعه الدخول وكاين خروج. حنا ديما نخدموا بالخروج باسكو المقحل يتحكم في دائره الخروج. هكذا. اذا المقحل هذا يمر عليه تيار واش هو؟ تيار اي سي. اي سي وعنده جهد بين طرفيه يسموه في سي يو. في سي يو. ايوا وقتها نحسبوا الاستطاعه ديما نحسبوها كيعود المقحل في حاله التشبه. معناتها في سي يو واش هي؟ في سي يو ساتوري. وهذه في سي يو ساتوري تعطى من طرف الصانع، قيمتها صغيره تكون 0.4 فولت 0.3 فولت على حساب يمدها لك وثائق الصانع. ومرة جاية نعرفوها كي نقرا لكم المقحل، متفاهمين؟
اذا استطاعه تاع المقحل هذه تاع الخروج شو تساوي؟ اعطوا النتيجه. اذا شو تساوي؟ في سي يو في سي يو ساتوري في حاله التشبع في التيار الذي يمر على المقحل وش هو؟ اي سي ساتوري. اي سي ساتوري تفهمين؟ في سي يو فوا اي سي. على ما درتش فوا كوز في؟ على ما درتش في كوز في؟ يحتوي على مقاومه لانه مقحل كذلك حموله مقاومه. اذا مقاومه اير وثنائي زينه وثنائي دايود والمقحل ام بي ان ولا بي ام بي هذو كامل حمولات مقاومه. معناتها في تاعهم واش يساوي؟ صفر. يساوي صفر صح. وي تفضلي. لا مخدوم صح. واش هو؟ سي بي او. قلت لكم المقحل ديما نعتمدوا على المخرج تاعو ما نعتمدوش على المدخل. نقدر نحسبوا الاستطاعه على المدخل. المدخل. اي بصح حنا واش هو ديما ركزوا على المخرج. المقحل في واش راح يتحكم؟ تاع سورتي. اي تاع سورتي اللي هو واش يساوي في سي او في اي سي. فاهمين عليها؟ روحوا لي بعدها. هذه واش هي يا جماعه؟ واش هي هذه؟ مكثفه. مكثفه. واش هي نوع الحموله هذه؟ مكثفه شحال؟ سعاويه. ايوا كي تعود مكثفه صرفه وحدها يسموها حموله سعاويه. فرق الصفحه تاعها واش يساوي؟ يساوي ناقص في اثنين. ناقص في على اثنين صحيح. اعطوا لي القانون تاعها واش يساوي؟ بي سي في الاي يساوي بي سي بين الطرفين المكثفه في اي في كوس في. وكوس في يا جماعه عوضوا كوس ناقص بي على 2 وش يساوي؟ ناقص 16 14 3 3 14. لا تخيلوا يا جماعه تخيلوا سموها الدائره المثلثيه. اوكي طيب. اذا كوس بي على 2 كوس بي على 2 كوس تاعها وش يساوي؟ زيرو. اذا استطاعه الفعاله المكثفة صرفة واش تساوي؟ تساوي زيرو. باسكو علاه؟ في خي ناقص بي على 2 كوز بي على كوز ناقص بي على 2 زيرو. سينيس تاعها تلقاو سينيس تاعها ناقص واحد والكوز تاعها واش تلقاها؟ زيرو. معناتها صفر في في سي في اي واش يساوي؟ زيرو. اذا الاستطاعة الفعالة المكثفة وحدها واش تساوي؟ تساوي زيرو. ايوا صحيح. وي تفضل. اذا الحالة تساوي صفر. تساوي صفر الاستطاعة الفعالة. هذيك تعد مكثفه وحدها. مكثفه وحدها بصح لو كان نزيدها مقابل نزيدها مقاومه على التسلسل هنا في راح يتبدل الزاويه راح تتبدل. ماشي عطوا لي ناقص بي على 2 عطوا لي اقل. اوكي روحوا لي بعدها. هذه ماشي يا جماعه وسيعه قبل هذه قبل هذه. نكملوا يا جماعه. جود بين الطرفين المكثفه وش يساوي؟ عطوا لي الجواب. جهد بين الطرفين المكثفة خاصة إذا كانت مثلا في تيار متناوب. في سي وش يساوي بين الطرفين المكثفة؟ قانون أوم وش يقول؟ بما أنه مكثفة بما لا لا ماشي ار اي. بما أنه مكثفة في تيار متناوب وش تساوي؟ تساوي الممانعة في التيار. كي نقعد ناخذ تيار متناوب نقولوا الممانعة تساوي في سي وش يساوي؟ ممانعة في التيار. وممانعة المكثفة قريتوا عند الأساتذة تاعكم زاد المكثفة وش يساوي؟ يساوي واحد ها على واش؟ أوميجا. واحد على اوميجا سي اوميجا صحيح. واحد على سي اوميجا صاي. هذه هي ممانعه المكثفه. المقاومه واش نقولوا؟ ممانعه المقاومه ار. ممانعه المكثفه واش هي؟ واحد على سي اوميجا. سي اوميجا اوميجا. روحوا لي بعد هذه واش هي؟ ممكن يحتاجوها. ممكن قادر يمد لك سعه المكثفه ويمد لك الاوميجا ويقول لك صوت ما كاينش. واش هو؟ الو استاذ. وي تفضل. كيفاش هذه تاع الممانعه يمديها لنا ولا كيفاش؟ القانون ايه. لا قانون قادم ما يمدولكش. يقول لك احسب الجهد بين الطرفين المكثفه ويخلي عليك يمد لك قصدي تاع واحد على سي اوميجا ما يمدولكش. لازم يكون في راسك يمشي معك حتى تخرج ان شاء الله. ممانعه كيفاش وقتها نستعملوه؟ وقتها نستعملوها كي يقول لك مثلا يجيك سؤال يقول لك احسب جهد بين الطرفين المكثفه. احسب جهد بين الطرفين المكثفه واش يساوي جهد بين الطرفين؟ يساوي ممانعتها في التيار الذي يجتازها. ممانعتها واش هي؟ زاد سي يساوي واحد على سي اوميجا في التيار الذي يجتازها. صحيح. استاذ راكي تستقبلي درك. استاذ وي تفضل. هذا وين الحق تسقسيك سؤال. شنو الفرق بين المقاومه والمعوقه والممانعه؟ شنو المقاومه واش معناتها؟
مقاومه مقاومه وش معناتها ناقل اومي فرق الصفحه تاعو يساوي صفر والممانعه ممانعه الممانعه وش معناتها معناتها وكانه تقول مقاومه هذاك العنصر مي في تيار متناوب سمعت سكوت دبرك بين سياره هذيك في تيار مستمر فهذيك الشيء تقلبوا متناوب تولي معوقه ممانعه هيا ممانعه والمعوقه نفس المصطلح المعوقه نفس المصطلح ثاني كيف اوكي مو معوقه يقولوها عاده معوقه عاده يقولوها الوشيعه مو منعه تاع الوشيعه والامراء اوكي هيا جماعه قعدنا 8 دقائق لازم نكملوا هذه الوشيعه باه تكوبو نعاود اوكي وي تفضلي ماني فاهمه والو كيف هذا وين دخلتي ولا دخلت من قبل من بدايه اللايف من داخله هنايا هنا واش راني مدكم جماعه واش راني مدكم راني مدكم قوانين ماشي مدكم حاجه ولا مبرهن لكم عليها ولا كذا واش معناتها معناتها هذا قانون لازم يثبت في راسك راكم معايا انا قلت لكم سؤال لو كان يجي يعطيكم عناصر كهرباء يقول لك احسب اس تاع الفعال محاوله مقاومه تقولوا تساوي جهد في التيار ثنائي زينر شو يساوي في زينر في التيار ديود ثنائي ديود شو يساوي جهد في التيار راكي معايا مقحل امبيان استعرف فعالات واش تساوي في سيو ساتر اللي مدها لك في التيار لو كان يمد لك المكثف واش تقولي له يقول له جهد بين طرفها في التيار في كوسفي بما انه مكثفه حموله فرق الصفحه تاعها واش يساوي ناقص بي على 2 كوس تاعها واش يساوي خي زيرو اذا بي هذه واش تساوي تساوي زيرو فاهمين عليها شغل راكي تدي في قوانين باه مرجعين نعود نخدموا بها فاهمين اوكي روحوا لي بعدها جماعه وشيعه هذه وشيعه استاذ كامل القوانين اي هذو قوانين برك تخدموا بهم جماعه لازم يكونوا عندك هذو كامل هذا وانا حضرت انا اي هذو قواعد لازم يكونوا عندك اي شخص يقرا الكهرباء لازم يكونوا عنده هذو القوانين يبقى يمشي مع طول حياته فاهمين مع حتى الخدمه استاذ هذو القوانين تقراو كنا نقراو عام اللي فات ولا كيفاش عام اللي فات هذو كل تاع السنه الثانيه اوكي هذا هو نحضر يا استاذ ما عطيتهمش قوانين من قبل جماعه خلوني نكمل وشيعه قبل ما تكوبا باسكو مازال 6 دقائق ومن بعدها اللي بقى وقت قولي لي اوكي هيا روحوا جماعه اعطوا لي استطاع الفعال الوشيعه اذا بي واش تساوي بي ال في ال في التيار في كوز في جماعه الوشيعه 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 كتعود وحده قدها فرق الصفحه تاعها بي على 2 عكس المكثف المكثف ناقص بي على 2 الوشيعه واش تساوي بي على 2 صح ولا لا وكوس بي على 2 واش يساوي كوس بي صفر صفر في في ال في واش يساوي صفر صفر اذا واش نقولوا نقولوا المكثفه والوشيعه الاستطاع الفعالات تاعها ديما واش تساوي معدومه تساوي صفر معناتها مباشره كي يقول لك احسب استطاع الفعاله مكثفه والوشيعه بلا ما تقلق راك تقول تساوي صفر مباشره شكون اللي عندهم استطاع الفعاله شكون اللي عندهم استطاع الفعاله المقاومه ثنائي زينر زينر وديود ومقاومه ترانزستور والقانون تاعهم ديما واش يساوي الجهد في التيار التيار ما كاش كوس فيه علاه ما كاش كوس فيه حموله مقاومه مقاومه كعاده مقاوميه ايوا صح هذا ما كان هذه هي الاستطاع الفعاله العناصر كان سهل ولا ماشي سهل تفضل 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 مكثفه وشيعه كيكونوا وحدهم اللي يساوي صيرو ولا كي تزيد معاهم مقاومه لا لا لو كان دير وشيعه والمكثفه مع بعض ويكونوا في زوج صرفه صرف هذيك بي على 2 وهذه ناقص بي على 2 على تسلسل يقول لي فرق الصفحه يساوي الزيرو يقول لي فرق الصفحه يساوي الزيرو هاي كذا مع بعض واللي ترسم المثلث الاستطاعه تقدر تعرفها ترسم تمثيل فيرينيز تقدر تعرفها ينطابق الاسعاد بي هذيك بي على 2 شعاع بي على 2 موجب وهذاك الشعاع بي على 2 سالب الشعاع زوج اشعاع متعاكسين وكنت تجمعهم شي مدوا لك تساوي في نفس الصاويه يساوي الزيرو صحيت يساوي زيرو حنا مش حنا مش غنديروا الدراس ونروحوا تمثيل الفريني ولا كذا نعطيكم واش راكم تحتاجوا اوكي كتعود عندك لاباز مليحه اي كتعود عندك لاباز مليحه وقاعده مليحه باذن الله كتجيب بكالوريا مهما تجي صعيبه البكالوريا ديما تجيكم سهله صراحه ماشي في المستوى بصح نهار تجيب بكالوريا صعيبه تدي 20 تكون عندك لاباز هذه اوكي مهما يصعبوها ما كتحتاج حتى مشكل تبعوني بار تفضل تفضل شوف عاد مكثفه وشيعه وحدهم طول بي تساوي صفر واذا عاد معها مقاومه يساوي صفر هنا المقاومه تولي تحسب تخدم تمثيل فيرينو وتحسب الفي اسكو تلقى اكثر من صفر ولا اقل من صفر ولا تساوي صفر قاعده تكون معها مقاومه وتكون تكون حاله التجاوب تلقى فيه يساوي صفر
معناتها فيها احتمالات. اوكي هذو الامور هذو الامور جنبهم صاي مش مش تاع السنه الثالثه وما ما تركزوش عليها فاهمين. ركزوا على القوانين ركزوا على العناصر الكهربائيه باسكو حنا المنهج تاعنا حيتبدل في البكالوريا المره الجايه كي نكون في المنهج يتبدل يتبدل كل شيء. اوكي تولي خدمتي تولي خدمتي ماشي مبرهن على القانون نولي نخدم به خلاص صاير عندي مكتسبات قابليه ولي نخدم به باش نحسب حوايج اخرى تفاهمينا. ثم في السنه الثانيه كنتوا تكونوا وتخرجوا القوانين تمثيلات فرين بصح دركو تغير كل شيء فاهمين. قدام مازال الوقت مازال تفقاه اش معنى اللي عنده اسئله يتفضل نروح بان كوبي ندخل في الاستطاعه الارتكاسيه. اختار ما يسقسيك تفضل. تمثيل فرينر تسمى مراش نسحقوه من نوعه تمثيل فرينر راح نحتاجوه في تيارات متناوبه نحتاجوه في حوايج اخرى نسحقوه بحاجه كبيره ولا ماشي حاجه كبيره بصح سهل سهل تمثيل فرينر المره الجايه كي نقرا تمثيل فرينر جماعه راه سهل كاطو. اوكي ما تقلقوش روحكم الفيديو هذا باس وان الناس تلقوا في يوتيوب نطلعوا في اليوتيوب حاجه باينه ان شاء الله حطيك ما درتش ان شاء الله باذن الله باذن الله يا شيخ. وي تفضل. الحصه الاولى والدوزيام واش درتوا فيها؟ الحصه الاولى الحصه الاولى قانون الام الحصه الثانيه قانون العروات الحصه الثالثه قسم الجهد جماعه الحصه الثالثه خاصه الحصه الثالثه اولي لازم لازم تفرجوا لها قسم الجهد. وليش السمانه اللي فاتت هما الحصه الاولى والدوزيام والتروازيام اه درناها مع بعض صحيح جماعه كيما قلت لكم راكم 51 واحد 51 واحد من بعد كي ندخل الفيديو نلقى كل فيديو نلقى 51 تعليق خاصة دعاء دعاء الوالدة بالشفاء والأب الرحمة فاهمين؟ هيا هيا أنا نخدم لكم واحد الخدمة ما شاء الله يعني تشوف هذه الخدمة ماشي حاجة سهلة وبروفيسيونال ماشي خدمة عادية لازم أنتم ثاني تكافئوني بالصمام. إن شاء الله إن شاء الله نكوبي ونعاود تفضلي. ولو كانت تكون عندنا مكثفة مع الوشيعة مكثفة مع الوشيعة مكثفة مع الوشيعة ما يا جماعة دكتور صاي مكثفة مع وشيعة مكثفة مع مقاومة صاي هذو جد عليهم حتى كي نوصلوا التيار متناوب ممكن نحكوا عليهم شوية مش راح نتعمقوا فيهم بزاف دوك هنا عرفوا قل عرفوا لي قوانين انتم شنو الهدف تاعك عرفوا لي القاعدة هذه هما هذو لازم يكونوا عندك يبقاو يمشوا معاك فاهمين. وكي ندخلوا في التيار المتناوب ان شاء الله ممكن ديكم كشمة تمارين ولا زوج ندخلكم كيما راكم تحكوا انتم حموله مثلا فيها مكثفه مع مقاومه ولا وشيعة مع مقاومه في البكالوريا كي يمد لك ماكسيموم في البكالوريا 99% ديما حمولات مقاوميه اذا مد لك يمد لك مكثفه مع مقاومه ولا وشيعة مع مقاومه فقط ما يزيد لك حتى حاجه فاهمين. نعم اوكي زيد كاش اسئله بهم كوبي ونروحوا اللي بعدها استاذ فضلي وي والتمارين كاين ولا ما كانش؟ جماعه كي نمدكم التمارين نقول لك احسب استطاعه ارتكاسيه المقام ولا نقول لك احسب استطاعه ما دام خرجت القانون واش راح دير؟ واش راح دير؟ راح تطبق فقط. شكون هذه الامور ما فيهاش ذكاء ولا عفايس ولا يقول لك احسب استطاعه فعاله ويقول لك مقاومه واش راح تقولوا؟ استطاعه الفعاله تساوي جهد في التيار في كوسفي وبما انه حموله مقاومه كوسفي واش يساوي؟ اذا استطاعه الفعاله تساوي جهد في التيار وطبقي. نعم هذا واش راح دير معطيات وتطبقها ما فيهاش يقول لك مثلا احسب استطاعه مقاومه الاولى واستطاعه مقاومه الثانيه ويقول لك احسب استطاعه تاعهم في زوج كي يقول لك احسب استطاعه تاعهم في زوج تساوي استطاعتهم في زوج الاستطاعه الاولى زائد استطاعه الثانيه يعني شغل منطقيا ما تحتاجش هذه ذكاء ولا ما فيهاش حتى تخمين فاهمين عليها. نعم ايوه هاي اوكي دوك واش ندير يا جماعه نكوبي والله قبل ما نكوبي قدام مازال خلاص الوقت راح تكوبي نشوف نقرا الميساجات كاين جماعه رامي كاين جماعه واحد منكم يعود يقرا لي ميساجات اوكي هكذا كنت تسمع فيا صحيت بعد ما كملنا الاستطاعه الفعاله وقلنا قانون الاستطاعه الفعاله العناصر الكهربائيه كتعود حموله واحد طار بي وش تساوي؟ تساوي جهد في التيار في كوسفي في كوسفي هيا جهد نقول جهد بصفة عامة في التيار الذي يجتازها في كوسفي وإذا كانت حمولة مقاومية كوسفي تعوضها بالواحد كوسفي يساوي واحد وتساوي جهد في التيار كاين عناصر كهربائية بي تحت تساوي صفر شكون عناصر كهربائية بي تحت تساوي صفر اللي هي المكثفة والوشيعة 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 صحيح تروح الاستطاعة الثانية الاستطاعة الثانية اللي هي وش هي اللي هي استطاعة ظاهرية ارتكاسية
ولا الرديه. على سمينها الرديه، على سمينها الرديه، ما يسحقوهاش العنصر الكهربائي يرجعها هكذا من عليها. اوكي نعم. ولا الارتكاسيه، وش هو رمز تاعها الارتكاسيه ولا الرديه؟ رمز تاعها كي. كي رمز تاعها كي صحيح. اذا كي يا جماعه وش هو القانون تاعها؟ كي وش يسوي؟ يسوي الجهد في التيار، في التيار السيني في ايوه شغل مش يعني عكس البي. هذيك فيها فيها كوس وهذه وش فيها؟ سينس. خرجنا القانون تاعها، خرجنا القانون تاعها مقابل على الواتر صحيح. اذا اذا سينس في جماعه، سينس في وش يساوي؟ مقابل على الواتر. وبنفس الطريقه، بنفس الطريقه كما حسبنا البي، شفتوا البي كما خرجنا القانون تاعها. نعم. بنفس الطريقه نلقاو باللي كي تساوي في في اي في سينس في. طيب هذه اول حاجه. اذا الارتكاسيه تساوي اللي عنصر اي عنصر كهربائي تساوي جهد بين طرفيه في التيار الذي يجتازه في سينس في، وفي فرق الصفحه. روحوا لي بعدها وحده الاستطاعه الرديه، وش هي الوحده تاعها؟ فور امبير رياكتيف، اللي هي فار صحيح، اللي هي فار صحيح. قادر جماعه، قادر جماعه يمد لك الاستطاعه، يقول لك استطاعته، استطاعته 40 فار. هنا وش يقصد لك؟ راه مد لك الاستطاعه، وش هي؟ الارتكاسي ولا تقريبا يمد طوني يمد لك الاستطاعه معها الوحده تاعها تعرف. قادر قادر يسمي لك الاستطاعه من الوحده، لازم من الوحده تعرفش من، فاهمين؟ على هذه ركزوا على الوحده قد ما تقدر. نعم ايوه. روحوا لي بعدها، اللي بعدها. اذا كانت الحموله مقاوميه في هذه الحاله سينس يساوي واحد في استطاعه الارتكاز، وش يساوي يا جماعه؟ في في اي برد. هاي جاوبوني صفر. تساوي صفر، تساوي صفر، عليها صفر. كيف الحموله مقاوميه في وش يساوي؟ مع حمولة مقاومية في وش يساوي؟ صفر. وسين الصفر، سين الصفر وش يساوي؟ صفر. صفر. إذا إذا استطاع الارتكاسية لأي حمولة مقاومية دي مش تساوي؟ صفر. تساوي زيرو صحيح. إذا لأن السينيس في يساوي صفر، إذا كي وش يساوي؟ صفر لأي حاجة حمولة مقاومة. تفضل وش يساوي؟ عكس الفعالة. صحيح عكس الفعالة. أوكي هذيك بالواحد وهذه زيرو في الفيلم. فاهمين عليها؟ اي مستر. وش معنى تجمع؟ كان يقول لك احسب لي استطاعه الرديه تاع المقاومه ولا ثنائي زينر ولا ديود ولا ترانزستور. اذا استطاعه الرديه وش تساوي؟ صفر. صفر باسكو حموله مقاومه في يساوي صفر، وسين الصفر وش يساوي؟ صفر. صحيح. كمل. ديما صفر. ديما صفر كي تعود حموله مقاومه. تعود حموله مقاومه ركز. اوكي. صحيح. روحوا لي بعدها بنفس الطريقه. هاي يا جماعه بنفس الطريقه خرجوا لي، خرجوا لي استطاعه الارتكاسيه تاع هذه المقاومه. صفر. ايوه. اذا كي وش يساوي؟ يساوي في اي في اي في سينيس. بما انه حموله مقاوميه سينيس في يساوي صفر. اذا كي تساوي صفر صحيح. روحوا ثنائي زينر. صفر. صحيح. ثنائي زينر بما أن ثنائي زينر يسمى حمولة مقاومية في يساوي صفر، سينيس يساوي صفر، إذا كي لو كان نحسبها بالقانون جو في التيار في سينيس صفر تساوي صفر. صحيح. شتو كذا سهلة. ما فيها حتى إشكالية، كنتوا مرة الأولى خايفين وكذا، ما دوك خلاص تولي حاجة بسيطة. جماعة ننصحكم بعد ما تكملوا حصة عاودوا كتبوا العناصر وخرجوا الاستطاعات وحدكم، بعد ثبتوا المعلومة. طيب يا جماعه كاينه، راه كاينه فوضى. شنو دير فوضى؟ هيا اوكي صحيح. روحوا لي بعدها، لي بعدها ديود. ديود مهما مهما كان في استقطاب العكسي ولا مباشر، بما انه ديود حموله مقاوميه في يساوي صفر وسينس يساوي صفر، اذا استطاعه الارتكاسيه صفر صحيح. صحيح. ترانزستور ثاني كيف زيرو، بما انه ترانزستور كذلك حموله مقاومه فرق الصفحه يساوي صفر. لا لا حموله مقاومه يخدم بالمقاومه، ما كاينش تركيبه الداخليه تاعو فيه مكثفات ولا واشيع حتى تولي حمله ماشي مقاومين. اوكي اخي شفتوا البنيه الداخليه في السنه الثانيه تاع الديود تاع ثنائي زينر تاع الترانزستور، قريتوا لي عطاكم التركيب المكافئ. اوكي اذا استطاع الارتكاسيه للمقحل بما انه حموله مقاومه فرق الصفحه تاعو شي يساوي صفر. صفر. وسين صفر صفر، إذا كي وش يساوي؟ زيرو. صحيح.
روحوا المكثفة. بدي يسوي السفر هنا. أيوة المكثفة فرق الصفحة تاعها وش يساوي؟ أولى ساوية ناقص بي على اثنين. ناقص بي على اثنين. صحيح. إذا وش تساوي؟ تساوي الجهد في التيار في السينيس. سينيس ناقص بي على اثنين. مش مع واحد. ناقص بي على اثنين. واحد. ناقص واحد. ناقص واحد يا جماعة. ناقص جماعة خدموا الدائرة المثلثية. ديروا 90 درجة بالسالب تلقوها تساوي ناقص واحد. صار تساوي المحور التراتيب في الاتجاه العكس. واللي هي ناقص واحد. إذا كيف شو يساوي؟ إذا استطاع ناقص في سي. ناقص في سي في إيه. وهذه ناقص شو يقصد بها؟ جماعة هذه ناقص على بك شو يقصد بها؟ معناتها استطاع معكوسة. معناتها جاية لتحت عكس النار. تفاهمين عليها؟ تخرج نتيجة سالبة بسالب النتيجة. هي نتيجة تخرج سالبة وهذيك السالبة وش يقصد بها؟ ماشي قيمة سالبة. معناتها هذه إصطاع الارتكاسية عكس الناظم. كما واحد يا جماعة واحد يمشي صواب يمشي الأمام. مقدار موجب لو كان شخص يمشي عكسه فنعبر عليه بلا يمشي عكسه. ناقص الناقص نعبر عليه بالناقص. كي نقول ناقص معناتها راني نفهم بلي يعني يمشي العكس الشخص الأول. طيب سهلة. نعم سهلة. أشوف المكثفة فرق الصفحة تاعها ديما واش يساوي ناقص بي على اثنين. ناقص في سي في اي. أيوا ناقص في سي في اي. روحوا الوشيعة. الوشيعة واش هو فرق الصفحة تاعها واش هي الصرفة؟ بي على اثنين. بالموجب هي على اثنين. إذا استطاع الارتكاسية تاع الوشيعة واش يساوي؟ في ال في اي. يساوي في ال في اي في سينيس في. وكي سينيس بي على اثنين كنعوضها سينيس بي على اثنين. تساوي بي على اثنين تساوي واحد وتساوي في ال في اي. في ال في اي. شفتوا جماعة كش ما فيها إشكالية هذه معكم دركو بعد ما عرفتوا استطاع البي كان عندكم مشكلة في استطاع البي كي يعطيتكم استطاع ارتكاسية راكم تجاوبوا عادي اللي عنده مشكلة جماعة يسألني يعني. اللي عنده مشكلة طفلة اللي قالت لي مش فاهمة سينس في هو يعطينا شو لا 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 في هو يعطينا لا لا المكثف هذه أحفظها في فرق صفحة أشفى فرق صفحة تاع المكثف وش يساوي ناقص بي على اثنين هذه تبقى ديما في راسك أوكي وفرق الصفحة تاع الوشيعة ديما وش يساوي؟ على اثنين هي على اثنين وفرق الصفحة تاع المقاومة أي أول أي حمولة مقاومة في تاعها وش تساوي؟ زيرو زيرو يعني قد عندك حتى كل الاحتمالات ديرهم في راسك هذا مكتب صحيح فاهمين واحد ونتاع المكثفة ناقص واحد وتاع هي بصعب بصعب هي واحد وناقص واحد راك جبتي سينيس أوكي سينيس هي كي تعوض سينيس هي هذه واحد سينيس تاعها واحد هذه ناقص واحد واي حموله مقاوميه صفر زيرو اوكي كاش اسئله في الاستطاعة الارتكاسيه لا يوجد اذا سؤال مطرح شكون اللي عندهم استطاعة ارتكاسيه يا حموله سعويه يا حموله حثيه حثيه صحيح وشيعة ولا مكثفة؟ لو كان أقول لكم مكثفة مع مقاومة عندها استطاعة ارتكاسية ما عندهاش مكثفة مع مقاومة تحب الزيرو تحب الزيرو هاي مقاومة ومكثفة هذيك عندها فرق صفحة هذيك فرق صفحة هيكون فرق صفحة جديد لا مش هيساوي صفر جماعة كتعود مكثفة مع مقاومة سموها حمولة سعوية صحيح كيف نهضروا ما فهمت والو كتعود ركزوا معي منيح كتعود كاينة مكثفة مربوطة على تسلسل مع مقاومة وش نسميها حمولات سعوية؟ سعوية. وين؟ السعوية هي الحثية. لا لا. خلط المصطلحات. سعوية نسبة بالعقل بالعقل. سعوية نسبة سعة المكثفة. أيه جماعة جماعة جماعة. أيه جماعة جماعة جماعة. ديجا والله عنده حق أناكم قلقتوني لازم يهضر واحد. حتى نقول أستاذ به نعطي له أوتوريزاسيون. صحيح. تكون حصة منظمة واش قلت لكم يا جماعة مكثفة واحدة حمولة سعوية نسبة سعة المكثفة والوشيعة وحدها وشيعة عندها الحثية يسموها حمولة حثية صحيح والمقاومة واش يسميوها حمولة مقاومة بصح لو كان نربط المقاومة مع المكثفة على التسلسل هذيك فرق صفحة صفر وهذه فرق صفحة بي على اثنين لازم ترسموا تمثيل فين تلقوا بلي حمولة هذه تبقى ديما سعوية تعد مقاومة مع المكثفة تبقى ديما حمولة سعوية صحيح يعني كي نجمعوهم ما نلقاهمش صفر ما نلقاش صفر ما نلقاش صفر تمثيل فين نلقاهم متغير سموه الفرق الصفحة ولو كان نربط المقاومة لو كان نربط المقاومة مع الوشيعة على التسلسل وش نسميو هذه الحمولة
لا تساوي صفر، هي تساوي حمولة حثية نسبة للوشة. هاي صاي روحوا لي بعدها شوفوا بعثنا مع شكون بعثنا ميساج. نظرية بوشرو، نظرية بوشرو جماعة نحكوا عليها إن شاء الله كي نقرأ في تيار متناوب إن شاء الله. أوكي نظرية بوشرو نظرية بسيطة، شو يقول لك؟ يقول لك استطاع مثلا عندك ثلاث عناصر كهربائية، استطاع الكلية تساوي استطاعة العنصر الأول زائد استطاعة العنصر الثاني زائد استطاعة العنصر الثالث. هذه هي نظرية بوشرو، خلونا منها. صاي يا جماعة هذه بالنسبة للارتكاسية. إذا الملخص تاع الاستطاعة الارتكاسية، أي حمولة مقاومة استطاعة ارتكاسية تاعها واش تساوي؟ زيرو. زيرو. المكثفة استطاعة ارتكاسية تاعها واش تساوي؟ ناقص في سي في ناقص في سي في اي. ولا اكتب قانون في سي في اي في سينس في عوض سينس في. سينس ناقص بي على في يساوي ناقص واحد. والاستطاعة الارتكاسية واستطاعة ارتكاسية الوشعة يساوي في ال في اي في سينس في. بما انه في يساوي بي على 2 سينس بي على 2 يساوي واحد تساوي في ال في اي. واحد في اي. صح. هاي في ال في اي صح. وي تفضلي. سؤال، لا الوشيعة والمكثفة عندهم الألفا تاعهم تساوي الواحد. ألفا الزاوية. الزاوية هذه الزاوية الصرفة كما نقولوا حقيقية بي على 2، كاينة اللي ما تكونش بي على 2 كي تزيد لها مثلا المقاومة الداخلية تتغير. هذه ايش معناتها الصرفة الحقيقية صافية هذه. ديما هذيك بي على 2 وهذيك ناقص بي على 2 كما المقاومة اللي هي زيرو. واش معناتها دركم فاهمة؟ مش حاب ندخل لكم الدروس تاع السنتين. واش معناتها في الوشيعة بي على 2 فرق الصفحه؟ على بالك واش يصرى لو كان ندير الوشيعة في تيار متناوب؟ الجهد واش يصرى له؟ الجهد يتقدم على التيار بفرق الصفحه بي على 2، يتقدم عليه جهد يولي اشاره الجهد يتقدم على تيار بي على 2. هذه بالنسبه للوشيعة. وبالنسبه للمكثفه ناقص بي على 2 واش يصرى؟ يولي التيار بي يولي الجهد متأخر على التيار بناقص بي على 2. بي على 2 ناقص بي على 2 يعني تقدر تقولي بي على 2 يعني متأخر عليه باسكو هذيك هي ناقص نقصد بها. صاي الوشي احنا الوشي متقدم بي على 2 الجهد، وهنا في المكثفة الجهد متأخر بي على 2 على التيار. هذه هي مفهومة. روحوا لي بعدها. روحوا لي بعدها. واش هو بي على 2 ولا ناقص بي على 2؟ وبالنسبة للوشيعة بي على 2 وبالنسبة للمكثفة ناقص بي على 2. هذيك بي على 2 واش يقصدوا بها؟ بي على 2 يقصدوا بها بي على 2 موجبة ولا سالبة؟ العكس الجهة العكسية. هي بي على 2 موجبة ولا سالبة؟ موجبة، معناتها الجهد متقدم على التيار بزاوية 90 درجة بالنسبة للوشيعة. ايوه وناقص بي على 2 ناقص بي على 2 معناتها واش معناتها الجهد ولا متأخر ماشي متقدم ولا متأخر على التيار بي على 2. اوكي متأخر تسمى عندنا هي وكلمه هي وكلمه متاخر كلمه متاخر بي على 2 تاخر هذاك شنو نرمز له؟ ناقص. متقدم شنو نرمز له؟ زائد. مو بليس بليس صحيح. روحوا لي بعدها جماعه اللي بعدها واش هو؟ استطاعات ظاهريه ولا الكليه؟ الحبتين كامل راك تشوف الحبتين كامل. ايه اوكي صحيح. اذا واش يرمزوا لها؟ اس. الاس يا جماعه واش تساوي؟ استطاعة الظاهرية ديما تساوي الجهد في التيار. استطاعة هي استطاعة الفعالة واش قلنا؟ جهد في التيار في كوز. استطاعة الارتكاسية واش قلنا تساوي؟ جهد في التيار في سينيس. استطاعة الكلية والظاهرية واش نقولوا واش تساوي؟ جهد في التيار. صحيح سهلة. نعم. وهذه هذا القانون هو الشبكة أحادية الطاقة. وإذا كذلك واش تساوي؟ تساوي جذر بي مربع زائد كي مربع. فين جبت هذه؟ ايوه هذه من جبتها من نظريه فيثاغورس. هاي ورا نظريه فيثاغورس. اذا الوتر وش يساوي؟ مربع الوتر يساوي مجموع مربع ضلعين صحيح. اذا اس مربع وش يساوي؟ كي مربع زائد كي مربع. وكي نخرجوا لناحيه التربيع تولي اس وش يساوي؟ بي مربع زائد كي مربع الكل تحت الجذر. صحيح هذا القانون ديما بقاو تفكروا ثاني. وش هي الوحده استطاعه الكليه ظاهريه؟ فولت امبير. فيا كي يقول لك مثلا محول، كي يقول لك محول استطاعته 60 فيا واش يقصد بها هنا؟ استطاعه كليه. اكتب اس دارية. اكتب قدامها اس مباشره دارية. اكتب قدامها اس الكليه والله الظاهره نفسها. كي يقول لك المحول استطاعته 600 واط قدامه واش تكتب؟ بي اللي هي استطاعه فعاله. كي يقول لك محول استطاعته 44 كفيا واش هي؟ هاني خدعتكم يا جماعه قلت لكم كا فيا معناتها كيلو فولت امبير.
معناتها عطيتكم مضاعفات مضاعفات. ايوا كي يقول لك مثلا محول استطاعته استطاعته 10 فار ارتكاسية. وي تفضل استاذ. وي تفضل. شنو هي الوحدة تاع الاستطاعة الارتكازية؟ قلت لكم استطاعة ارتكازية فار في ار. ومرة جاية راك راني طلع الفيديو ارجع للفيديو تلقاه اوكي. يعني كما هنا عطيتها لك بلون البنفسج كما هنا في اوكي صحيح. نكملوا روحوا لي بعدها. اذا كانت حموله مقاومه في هذه الحاله عندنا الاس شي يساوي كما شفنا قبيله اس شي يساوي هو نفسه نفسه البي استطاع الفعاله خلينا نقول نحكي عليها اوكي صحيح. والكيو شي يساوي كتعد حموله مقاومه يساوي صفر صحيح. وكتعد حموله مقاومه واش تفكروا واش تفكروا؟ حب الملوك. حب الملوك كي تاكل حبه ماكش راح ترمي حتى حاجه معناتها الارتكاسيه واش تساوي؟ زيرو. والحبه هذيك اللي تشريها كما تشريها كما تاكلها معناتها الكليه هي نفسها الفعال سهله. ماليك لا اذا كانت مقاومه حموله مقاوميه الفعاله تساوي ظاهريه. هي تساوي الظاهريه اوكي. والتاكيد تساوي زيرو. ما معنى الحموله مقاوميه؟ حمولة مقاومية حكيتكم عليها معناتها تتكون من مقاومة فيها مقاومة برك فقط راك معايا ولا ولا فيها مثلا وشيعة ومقاومة مكثفة ميلو كنحسبوا لهم فرق الصفحة معاهم كامل في ثلاثة نلقاو فرق الصفحة يساوي صفر. إذا حمولة مقاومية وش معناتها؟ فرق الصفحة تاعها وش يساوي صفر. يكون الجهد والتيار يكون الجهد والتيار وش بيهم؟ وش يقولوها؟ يمشوا مع بعض يمشوا مع بعض تيار ما هم تأخر ما هم تقدم على التوافق. إشارة الجهد والتيار يكونوا على التوافق صحيح فهمنا عليها يقعدوا على التوافق فرق الصفحة وش يساوي؟ صفر. أيوة هاي يا جماعة روحوا لي بعدها بنفس الطريقة وش نديروا؟ خرجوا لي العبارات تاع واش؟ عناصر الكهربائية بي تساوي اس بي ولا بي اذا هنا اس يا جماعه وش يساوي في ار في اي صحيح يساوي الجهد في التيار نفس البي جمعنا في ار ماشي ال هاني غلطت اوكي في ار في التيار اي صحيح سهله اذا بما انه حموله مقاوميه بي واس نفس كيف كيف تحسب البي هي نفسها الاس روح لي بعدها ثنائي زينه صحيح في زاد في اي هو نفسه استطاع فعاله بي باسكو حموله مقاومية. ديون. يا شيخ سكتت. مام هي. سكتوا جماعة تفضل. تفضل. استاذ راهي الفوضى ما ناش نفهموا في حتى حاجة. دوك نخلي واحد يحضر برك. جماعة شوفوا معايا. زميلكم خلي شكون خليه؟ شكون خليه؟ أنا معليش خليك خليك أنتايا. الباقية يبعثوا الميساجات وأنت أقرا لي الميساجات. فاهمين؟ اوكي اوكي واش هو السؤال تاعك تفضل لي قال لي السؤال يا شيخ ماشي راك غلطك هاد اس تساوي في الف واي هاني قلت لكم هاني قلت لكم قلت لكم باللي خطا مطبعي قلت لكم تساوي في ال في اي هذا كنت نحكي فيها صحيت معليش اوكي روحوا الديود يا جماعه استطاع الكليه تاعو واش تساوي تساوي جهد بين طرفي اللي هو في ديود في اي فاهمين إذا كان استقطاب مباشر كما هنا استقطاب مباشر يساوي صفر إذا كان استقطاب العكسي في ديود يساوي يساوي جهد المصدر حكينا عليه هاي روحوا لي بعدها ترانزستور ترانزستور اس تاع واش تساوي في سي يو في اي سي في سي يو في اي سي صحيح ونفسها هي نفسها البي هاي والمكثفة مكثفة تساوي في سي في التيار الذي يجتازها كل بساطه ما في حتى اشكاليه والوشيعه استطاع الكليه الظاهريه تساوي الجهد بين طرفها في ال في التيار اي هذه هي واش هي الاستطاعه واش هي الظاهريه ولا الكليه تاع العناصر الكهربائيه تفضل تقريبا في الاستطاعه الظاهريه تلقى كل عندهم قيمه العناصر الكهربائيه هي انت واش هو الهدف تاعك شو اللي دير مثلا في المقاومه لازم تعرف الجهد والتيار كما هنا المقاومه كيف تحسب الجهد تاعها لو كان ما عندكش الجهد تاعها جهد بين طرف المقاومه واش يساوي مقاومه ار في ار عوض في ار صاي في زينر تعطى من طرف الصانع كما هنا ثنائي زينر تعطى من طرف الصانع
فيديوهات فيديوهات في الاستقطاب المباشر تساوي زيرو باسكو الاستقطاب المباشر قاطعه مغلق. كيعود الاستقطاب العكسي فيديوهات شو يساوي جهد مصدر في سي سي ولا في سي سي 2 ولا في اونتر على حسب قيمه المدها سهله. نروحوا للترانزستور في سي يو ساتوري تعطى من طرف صانع يمدها لك هو 0.7 تقريبا. لا لا هذاك جهد العتبه. هنا في سي يو ساتوري تعطى من طرف صانع كل مره عندها قيمه اوكي المخرج المكثفه مكثفه في سي كيف نحسبوها في سي جهد بين الطرفين المكثفه يسوي ممانعتها في التيار يسوي ممانعتها زاد في التيار وممانعه المكثفه واش تساوي واحد على واحد في اوميجا يعطي لك سعه المكثفه والاوميجا يمدها لك ولا تحسبها فاهمين. والوشيعه في ال جهد بين الطرفين الوشيعه كيف نجيبوه في ال واش يسوي ممانعه الوشيعه في التيار اي ممانعه الوشيعه احفظوها واش يسوي ممانعه الوشيعه ال اوميجا ال اوميجا مش الا كانت على التفرع واحد على ال اوميجا. لا لا جماعه تبقى ديما الاوميجا هذيك تولي حوايج واحده اخرى هذيك معناتها الدراسه كيفاه تخرج الممانعه الكليه كتعود حوايج على التفرع اوكي تالي واش كتعود وحدها ديما واش تساوي ال اوميجا فاهمين. قاتنا اخر حاجه شغل شتو اليوم درس تاع اليوم شغل راني متكون غير في القوانين برك قواعد يكونوا عندكم مش حسابات وكذا كان جماعه يقول ماشي فاهمين واش هو راني متكون في القوانين فقط فاهمين. نعم بعد كي تكملوا حصه عاودوا كتبوهم بثبتوهم في راسكم با مره جايه ما تزيدوش تنساو. روحوا لي بعدها اللي بعدها واش هي العلاقه بين الاستطاعات جماعه كيف نخرجوا العلاقه ما بين الاستطاعات واش لازم لي هنا واش نستعمل مثلث الاستطاعات. مثلث الاستطاعات اذا المجاور اللي هو بي المقابل واش هو كي اس كي والوتر هو الاس. مثلا حاب نخرج مثلا شوف الكوز في واش يخرج لي العلاقه ما بين واش كوز في واش خرجنا الكوز في واش خرجنا العلاقه ما بين واش كي والاس. علاه انا نعطيكم هذو العلاقات يا جماعه علاه ندي لكم هذو العلاقات قادر مثلا في يجيك سؤال في البكالوريا ما يمدكش الجهد والتيار راكم معايا قادر يمد لك مثلا يمد لك كوز في يمدها لك ويمد لك الاستطاعه الظاهريه اس ويقول لك احسب بي انت تروح تقول بي وش يساوي يساوي جهد في التيار في كوز في صح ولا لا ما عندك لا جهد لا تيار في هذه الحاله وين تلجا وين تلجا ايوه ترجع المثلث الاستطاعات اذا اذا كوز في وش يساوي جمع كوز في لا المجاور على الوتر المجاور وش هو البي على اس اذا اذا من هذا القانون وش نخرجوا اذا البي وش يساوي جمع دلاله الاس في كوز في يساوي اس في كوز في سهله مش سهله شكون عنده فيها مشكل هذه هيا كل ما فهمهاش كمل روح لي بعدها مثلا سينيس في سينيس في واش تخرج لي علاقه ما بين واش سينيس في سينيس خلينا نهضر انا سينيس في يا جماعه واش يساوي سينيس في يساوي المقابل على الوتر هذا هو القانون تاعها المقابل بالنسبه للزاويه هذه الزاويه في يا جماعه هاي ورا الزاويه في راكم تشوفوا فيها هذه هي الزاويه في في ما عرفت ما خرجتش اصبر نكتبها اذا هذه وش هي هذه هي وش هي زاويه في اوكي نروحوا نكملوا اذا سينس في وش يساوي يساوي المقابل على الوتر المقابل وش يساوي المقابل هو كي اللي هو كي ايوه والوتر وش هو جماعه اللي هو اس اذا كي وش تساوي دلالة الاس سينيس في في اس ايوه كيف تساوي تساوي اس سينيس في قادر هنا واش معنى تجمع يقول لك احسب استطاعه ارتكاسيه تاع اي حاجه ما يمد لك لا جهد لا تيار لا حتى حاجه بصح يمد لك فرق الصفحه في ويمد لك الاستطاعه الكليه في هذه الحاله واش تقول نقول قانون قانون هذا جهد في التيار سينيس في ما يساعدنيش نعوض باش نعوض نعوض بالاستطاعه الظاهريه وسينيس في مفهومه سهله نعم هاي نكمل قادر نزيدو روحوا لي بعدها مثلا تونجونت واش يخرج لي تونجونت المقابل على المجاور كي على بي هاي التونجونت في تونجونت في اللي هو ظل فرق الصفحه في واش يساوي مقابل على المجاور المقابل واش هو كي ايوه والمقابل هو كي والمجاور واش هو في بي اذا تونجونت في واش يساوي كي على بي اذا كي واش تساوي بدلاله في
في طونجات فيه هنا وقتها نحتاج هذا القانون اللي مثلا يعطيك سؤال يمد لك الاستطاعة الفعالة تاعو يعطيك الفي ويقول لك احسب استطاعة ارتكاسية انت تجي كي تحسب استطاعة ارتكاسية واش تقول تقول جهد في التيار في سينس في الجهد ما عندكش والتيار ما عندكش يا جماعة فهذه الحالة واش لازم دير تلجأ إلى طنجون تلجأ إلى طنجون إذن كي وش يساوي في طنجون في سهلة لو مش سهلة سهلة وآخر علاقة اللي نقدر نخرجوها واش هي بتطبيق نظرية فيثاغورس إذن S وش يساوي يساوي كي مربع زائد كي مربع الكل تحت الجذر هذا كامل هذا هو الدرس تاع اليوم درس بسيط سهل ما فيه حتى إشكالية واش هو القوانين تاع واش تاع الاستطاعة كاش اسئله استاذ رجع انت على اصبر دقيقه اصبر كمل هذه من بعد من بعد يا جماعه شوفوا هنا دال شوفوا هنا شاكين الاستطاعه اللي حموله ثلاثيه الطور شفتوا هذه الحموله شو نسميوها هذه هذه يسموها حموله ثلاثيه الطور ربط واش هو نجمي قريتوه ربط نجمي اوكي هذه وهذه حموله مقاوميه هذه يا جماعه هذو الاستطاعات مرة جاية وقتها نعطيكم عبارة تاعهم كي نوصلوا لواش نوصلوا لواش نهار نوصلوا لواش نوصلوا جاوبوني التيار التيار المتناوب صحيح نهار اللي نوصلوا تيار متناوب ثلاثي الطول ثلاثي الطول ثلاثي الطول شبكة ثلاثي الطول نرجعوا للأسئلة تاعكم أسئلة أرجع لديك تاع الاستطاعة الظاهرية الأخرى اللي درناها الاستطاعة الظاهرية إيه أصبر دقيقة ايوه استطاعة ظاهرية شغل دوزيام هذه 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 ظاهرية هذه كلية ظاهر هذه ارتكاسية هذه هذه ولا ميش الاخرى الاخرى ايوه ظاهرية اصبر اقرا ظاهرية ايوه راهي استطاعة ظاهرية واش بها استطاعة ظاهرية واش بها عاودنا استاذ التالي نعود هذه ايه اذا المباشره مباشره استاذ في هذه ديما بي تساوي اس والكي تساوي زيرو ماشي هو في الاستطاعة الظاهريه هيا بي تساوي الاس والكي تساوي زيرو لا لا كتعد حموله مقاوميه فقط اتونسيو 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 كتعد حموله مقاوميه اذا اس عندها قانونها ديما جهد في التيار والبي جهد في التيار في كوسفي صحيح البي والاس وقت يتساواو كتعود حموله اذا كانت حموله مقاوميه هي باسكو لا كوز في كتعود حموله مقاوميه كتعود حموله مقاوميه في واش يساوي يا جماعه حموله مقاوميه في يساوي صفر وكوز صفر واش يساوي واحد واش تولي تولي بي تساوي جهد في التيار هي نفسها الاس تساوي جهد في التيار في التيار شكون اللي سالني السؤال اللي بعده قال لي وين نروح وين نروح هيا شكون اللي سالني السؤال وين نروح القوانين اللي بعدهم هذا تاني بعد هذا ايوه صحيح صحيح المقاومه جاوبني انت واش هي الاستطاعه تاعها المقاومه الاستطاعه الكليه واش تساوي؟ ها في ار في اي صحيح صحيح روحوا لي بعدها ثنائي زينه في زينر في اي زينر في اي صحيح خليه هو يحكي برك روح لي بعدها ديود في دي في اي في دي في اي كيعود استقطاب مباشر يساوي صفر كيعود الاستقطاب العكسي ديود شو مثل قاطعة مفتوحة يولي جهد المصدر في إيه طبق قانون عادي روحوا لي بعدها ترانزستور تفضل فيسيو في فيسيو ساتوري في إي سي وفيسيو ساتوري من جيبها تعطى من طرف الصانع تعطى حسب الصانع صحيح اللي بعدها المكثفة المكثفة تساوي جهد بين طرفها في سي في إي صحيح التيار المار فيها هايو والجهد المكثفة لو كان ما يعطي ليش فنحسبه جهد المكثفة من قانون أوم من قانون أوم تساوي ممانعة المكثفة في إي ممانعة المكثفة واحد على سي أوميغا صحيح إذن في سي تاع المكثفة يساوي واحد على سي أوميغا في التيار إي وفي تيار إي واحد آخر تولي واش تولي اي مربع تولي واحد على سي اوميغا اي مربع مربع عاودوهم بعد اوكي وروحوا الوشيعه استطاعة الظاهرية تاع الوشيعه تساوي في ال في اي في ال في اي ولو كان ما يمدلكش في ال كيف تحسبها؟ تاع الممانعه تاع ممانعه الوشيعه في التيار هكذا ممانعه الوشيعه واش تساوي؟ ال او في ال اوميغا ال اوميغا ال اوميغا في اي كي نعوضوها هنا تولي اي مربع
تولي ال اوميغا اي مربع مربع صحيح. زين شكون عنده اسئله؟ هاي لبنان وي تفضل استاذ تفضل. قانون الاوم في التيار المتناوب اللي قريناه قانون لا ما درتوش قانون الاوم في التيار المتناوب عنده قانون واحد الجهد بين طرفي اي ناقل اومي وش يساوي؟ يساوي ممانعته في التيار الذي يجتازه صحيح. والممانعة هذه تختلف إذا كانت حمولة مقاومية إذا كانت مثلا مقاومة ممانعة المقاومة وش تساوي؟ صفر تساوي آر شنو صفر؟ تساوي آر ممانعة المقاومة آر صحيح. إذا أعطالك المكثفة ممانعة المكثفة وش تساوي؟ واحد على سي أوميغا واحد سي أوميغا صحيح. وإذا كانت الوشيعة وش هي ممانعة الوشيعة؟ ال أوميغا ال أوميغا هذا ثبتها في رأسك وتعني المقاومة كيفاش؟ ممانعة المقاومة R نفسها زاد هي نفسها R أوكي نعم هاي شو هاي زيد تفضل. كنا توجور نهضروا على حمولة على حمولة ومقاومية تحمل منصون النشقة حمولة حثية ما استعملوهاش ولا وش لا لا حثية هذه وشيعة الوشيعة وشيعة حمولة حثية حثية هاي ركز معي حثية لنسبة الوشيعة سموها حمولة حثية والمكثفة سموها حمولة سعوية نسبة سعة المكثفة سعة المكثفة ماليش عادي 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 يا راه زيد تعاود الفيديو إن شاء الله وتفهمها مليح. هيا زيدو كاش أسئلة مازالت خمس دقائق خلاص الحصة هذا ما كان حصة تاع الخميس اللي تبدأ فيها الخدمة بصح جماعة نتفاهموا ولا حاجة راكم قد راكم 44 واحد يوم المره الجايه تفضل ولا كمل احكي الشيخ وبعد ماشي الشيخ راكم 44 واحد المره الجايه اطونسيو كي نقول لك استع ارتكاسيه ما تعطيها ليش لازم تكون عندك اوكي يلا راكم تعاودوا الفيديو وتثبتوا المعلومه كي تثبت صاي ما تزيدش تروح ان شاء الله باذن الله. واش هو السؤال الشيخ في الاستطاعة الظاهرية كم يعطيكش الفي سي كما نجبدو لو كان ما يمدلكش الجهد بين طرفي المكثفة شافة معي ها نكتبها لك ها نكتبها اجمع ها نكتبها. إذا الجهد المكثفة في التيار المتناوب وش يساوي؟ يساوي ممانعة المكثفة زاد ها زاد سي في التيار الذي يجتازه فاهمين عليها؟ وممانعة الوشيعة وش تساوي؟ مش وشيعة المكثفة اسمحوا لي ممانعة المكثفة وش تساوي؟ تساوي واحد على سي سي أوميغا أوميغا صحيح. إذا في سي جهد بين طرفي المكثفة وش يولي يساوي؟ وش يولي يساوي؟ في سي وش يساوي؟ عوضوا واحد على سي يساوي صحيح واحد على سي أوميغا مربع سي أوميغا في اي انا قلت لك جهد ما قلت لكش استطاعه في سي وكي نعوضوا في سي في قانون الاس اذا واش تولي تساوي؟ واش تولي تساوي؟ واحد ايوه على سي اوميغا في عندي تيار اي وعندي تيار اي اي في اي واش يساوي؟ اي مربع اي مربع سهله نعم ايوه بنفس الطريقه راح نمحي هذه راح نمحيها هي اي مربع على سي اوميغا هاي صحيح. روحوا لي بعدها لو كان نجو نحسبوا استطاعه ظاهريه الوشيعه في ال وش يساوي في ال عطوا لي في ال في ال يساوي ممانعه زاد ال في التيار اي صحيح. ممانعه الوشيعه وش تساوي؟ ال اوميغا ال اوميغا صحيح ال اوميغا هذا مكان ال أوميغا صحيح. والجهد بين طرف الوشيعة قد هو اللي يساوي في هذه الحالة بعد ما عرفنا هذا الجهد أوميغا في إي معناتها في في إل وش يساوي؟ إل أوميغا يساوي إل إل أوميغا في التيار هذا الجهد بين طرفي وشيعة الوشيعة خلينا نحسب الاستطاعة وش تولي الإس الإس وش تساوي يا جماعة؟ يساوي الجهد على لقيته ال اوميغا ال دبليو بي اي اوكي اي في تيار في تيار اي ايوه اي في اي وش يساوي؟ اذا الاس وش يساوي؟ ال اوميغا اي مربع صحيح هذا مكان
أستاذ كي درنا مثلث الاستطاعات في يكون عندنا وش هو؟ في يكون عندنا ها لازم يكون عندك حاجة باينة يعني. ولو كان ما يمدلك جماعة قاعد يجيكم سؤال يقول لك أحسب لي كوز في يجيكم سؤال يقول لك أحسب كوز في ما حسب مثلث الاستطاعات مثلث الاستطاعات لازم يمدلك عفسة لازم جماعة شوفوا معي قاعد يجيك سؤال أحسب كوز في لازم يمدلك شي يمدلك يمدلك البي والاس والاس اذا كوز في شي يساوي وش يساوي فعل اس يساوي فعل اس لو كان مثلا يا جماعه ما يمد لكمش يمد لك الكي والاس كيف نحسب الكوز في سينوس نخرجوا بالسينوس صحيح اذا نقولوا سينوس في يساوي مقابل على الوتر من بعدها سينوس في شي يساوي كي على اس من بعدها كي شي يساوي سينوس يا جماعه سينوس في يساوي كي على اس احسبها كي تلقى النتيجه تاع من سينوس بالاله حاسبه واش خرج الداله العكسيه كوجونت دير دي ان دي اف كوسينوس خرج كوسينوس صايب ولا كي تخرج سينيس ديروا العلاقه خي تعرف العلاقه كوز في مربع زائد سينيس مربع يساوي واحد تعرفوها هذه شنو خرجوا بها لو كان مثلا يقول لك خرج لي كوز في ما يمدلكش يمدلك الكي والاس هذا كي صعب لك سؤال بزاف انت كي عندك الاس عندك كي تقسم الكي على اس شنو يمدلك سينيس تصور طلب منك كوز في كوز في معامل استطاعه هو كوز في واش دير قادر بآله حاسبه دير زاويه دوزان دير دوزان دير دير كوسينيس هكذا ولا واش ديروا كاينه طريقه واش هي قارينها في المثلثيات الرياضيه تحت الدنيا الرياضيه واش هي العلاقه كوز في زائد كوز في مربع ايوه زائد سينيس في مربع ايوه يساوي واحد يساوي واحد ايوه اذا كوز في واش يساوي يا جماعه كي تجي تخرج كوز في سينيس خي حسبتها واش تولي واحد ناقص سينيس في مربع الكل تحت الجذر تحسبها وحدك بصح من المستحسن كي يصعب لك الخدمه وكذا مجرد لقيت سينيس تروح للاله حاسبه واش تضغط دوزان داف خي هكذا دوزان داف وبعدها تضغط على كوسينيس تخرج الزاويه من سينيس فاهمين بصح استاذ هكا سينيس في يساوي كي على اس حسبنا سينيس في وفي كي نخرجوا شيوا بهذه العلاقه جبدنا سينيس في هنا واش قلت لك لو كان ما يعطيك سؤال معقد خلاص واش معناتها يقول لك احسب معامل استطاعه راك معايا يمد لك البي ويمد لك واش هو واش قلنا يمد لك الكي والاس يمد لك الكي والاس اذا انت بتخرج كوسي واش اول حاجه واش دير احسب سينيس واش تساوي كي على اس مثلا كي حسبتها لقيتها 0.20 لقيت سينيس في تساوي 0.20 واش دير تخي تروح للآلة حاسبة اكتب 0.20 من بعدها اضغط على دوزان داف من بعدها على سينيس هكذا كي تضغط على سينيس شي خرج لك يخرج لك الزاويه آلة حاسبة واش راح تمد لك راح تمد لك الزاويه مثلا اعتبروا اعطوا لي قيمه من عندكم هكذا مثلا 47 مثلا لقيتوها قيمه قد لقيتوها 0.47 طيب انا واش راني نحوس علاش راني نحوس في كوز في واش ولا نديروا الداله العكسيه شوفوا عندي اله حاسبه شكون نحوس على اله وراء اله حاسبه الداله العكسيه 0.47 سينس قد الزاويه نتاعها احسبوها لي هيا اخي نورمال ممكن ندير 0.47 بعد عندي اف سينس هيا خرج لي قيمه تاعها خرج لي انا على حسب التليفون ما كانش خرج لي قيمه تاعها زاويه بنت 10 دقائق برك لقيتو في قد تساوي في قد يساوي نديرو 0.47 هي دوزان داف وكليك 28 28 زاويه هاك 28 ديغل صحيح من بعدها هذه 28 واش نجيبو منها بآلة حاسبة اكتبوا ديروا كوز 28 اعطوا لي قد تخرج كوز 28 قد 81 88 88 هذا مكان ها شتو كان خرجت كوز فيه هذه كي عقد لي السؤال هذا اصعب سؤال شغل ما يمد لك والو تولي تجيب سينيس وسينيس تحولها زاويه والزاويه هذيك تجيبها الكوسينيس فاهمين عليها المهم اللب القصيد من الحصه تاع اليوم
واش عرفنا قد عرفنا كاين استطاعه ثلاثه كاين ثلاثه صحيح كاين استطاعه البي هي الفعاله العناصر الكهربائيه تستفاد منها صحيح وكاين استطاعه ثانيه واش هي ارتكازيه رديه معناتها العناصر ترجعها صحيح وكاين الاستطاعه الكليه هذه الكليه واش معناتها الظاهريه نجيبوا الاستطاعه ما نقولوش باللي تساوي بي زائد الكي كما حبتينا القشره زائد الثمره تساوي حبتينا فتينا تصلح بصح في الاستطاعات واش لازمنا مثلث الاستطاعات اذا اس شو يساوي يساوي بي مربع زائد كي مربع ايوه صحيح من بعد واش درنا الاستطاعات هذه عرفنا القوانين تاعها اول استطاعه بدينا بها البي البي واش تساوي واش هو القانون العام تاعها تساوي الجهد بين طرفين ناقل فالتيار الذي يجتازه في كوس في كوس في صحيح الاستطاعه ووحدتها وحدتها شو هي الوا هكذا بعدها رحنا في هي الاستطاعه الارتكاسيه وشو تساوي القانون تاعها الجهد في التيار الذي يجتاز ناقل في سينس في وحدتها فار فولت فار واخر بلا ما تهضروا واخر حاجه واش هي الاستطاعه الظاهريه الكليه واش تساوي قانونها واش يساوي الجهد في التيار وحدتها فولت امبير هذا هو الدرس ومن بعد واش عرفنا عرفنا كي تعود حموله مقاوميه في واش يساوي صفر صفر ومن بعد اخدم خدمتك براسك قوانين وطبق تولي طبق وحدك صحيح هنايا وصلنا لنهايه الحصه الحصه كانت ماشي طويله خفيفه ديتو منها قوانين وتحتاجهم بزاف ان شاء الله اوكي غدوه ان شاء الله راكم تنوضوا بدري ربي يقدركم ان شاء الله راكم رايحين تقراو كامل ولا كاين اللي راه مش رايح نسخه الشيخ عاود تنقراها عامين لا نطري بزاف واش هو بزاف شيخ قريت العام اللي فات قلت غنقلق عادي 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 احضر حصه الحصه الاولى يا شيخ ما هي شغل بيزا تعاود تعاود شغل بيزا هي هي حصه افتتاحيه كل مره ندير لكم درس فيها هذو من الحصص الجديد اخي المهم ان شاء الله يكون الدخول المدرسي موفق ان شاء الله ان شاء الله تدخلوا بطاقه ايجابيه ان شاء الله تولوا تخمموا في حوايج بعيده ما تخلوش ما تخليش تخمامك غير في الباك خلي تخمامك لازم يتكون لازم يتكون بما راجيك يروح الجامعه نتالق في الجامعه ونهار اللي تخلص من الجامعه هذاك التكوين اللي عندي راح يخلي راح يساهم ويخليني نخدم مباشره ونلقى افكار بزاف وما نكونش بطال هكذا خليش راك تنجح في الباك من اجل معلومه تقول ننجح الباك وصاي ونتخرج وصاي ومن بعدها تلقى روحك شخص عاجز طيب انسان اللي عنده شهاده وما عندوش تقدير الحصه الجايه وين كيف الحصه الجايه وين الحصه الجايه ان شاء الله راح تكون يوم الخميس على 9 راح نديروا فيها المقحل ترانزستور ترانزستور ما راح نديروا فيها شو الخميس هذا غدوه حتى غدوه بعد غدوه بعد غدوه بعد غدوه ان شاء الله راك دايخ اليوم عبد الله عيب ايوا بيت نقول لك بيت تخدم معليش ربي يكون في عونك ان شاء الله وان شاء الله التركيز يبدا يرجع تدريجيا ان شاء الله خاصه الايام الاولى جماعه في القرايه ديما انسان اللي ما يكونش مركز مليح شغل العطله هذه هو اللي في العطله وزيد مع السخانه تاع راكم شايفين السخانه تاع الصيف الانسان يكون شويه تركيز تاعو ناقص بصح مع الوقت ان شاء الله يجي البرد والشتاء وثقه في النفس تولي نسبه التركيز تاعك عاليه ان شاء الله استاذه وي تفضلي استاذ حاب نعطيك على المتام ما نديرو المتام كي نديروهم بالديك القفزه وتا التاو هذيك ها واش فيهم نديرهم بعد تشرح لنا بيا كيفاه نديروهم ان شاء الله تلقاي واحد الشرح لا مثيل له ان شاء الله بالعكس تكونوا ساهلين ان شاء الله يا رب لكن شفتي الفيديو تاع كيف نخرج متمن في الباكالوريا ديالهم ولا ما شفتيهمش من قبل لا حاولي شوف الفيديو كان خارج باتمان وبعدها تعرف الطريق باسكو ما عندكش نظر روحي شوفي مثلا روحي بكالوريا 2018 يعني فاتح لهم بكالوريا 2018 موضوع الاول موضوع ثاني ادخلي شوف كان خارج الماتمان ادخلي قناه تاعي ديري فيديوهات وحوسي على الماتمان تعرفي الطريق كيف تخرج تلقاها مخالفه على الاساتذه تاعكم كامل جماعه درك نورمالمون صعيبه هذا الفيديو ما يطولش على بالك لو كان طول الفيديو يجي شخص يلقى ساعه وزياده يفشل صح ولا لا انا نعم. 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 نعم.
هي نورمال حتى في الشرح نورمال ما نكررش. علاه ما نكررش؟ باسكو لكن طلع الفيديو في اليوتيوب، في اليوتيوب حديت تعاود تاع الانسان الذكي. انسان ذكي هو مين يا جماعه؟ انسان ذكي يقرا مره اولى يفهم، انسان متوسط يعاود الفيديو مرتين، انسان اللي ثقيل في الفهم يقدر يعاود هذاك المورس ولا الجزء يعاوده ثلاث مرات ولا رابعه يقدر يفهم عادي. اوكي على هذه ما نحبش ندير تكرار بزاف في البث المباشر، فاهمين؟ المهم واش نقول لكم كما قلت لكم. وي تفضل. كي نبداو نراجع في البدايه نراجع بريتم مش قوي قاعدي. اي انسان اي انسان اي انسان لازم يبدا تدريجيا، كل مره يبدا يزيد بشوي 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 حتى يوصل باكر يكون في ريتم عالي ان شاء الله. كما الجوار قال لي يلعب بالوش اوكي يبدا ويبدا ماتش اللي بعده ماتش اللي بعده حتى يوصل لياقه بدنيه كبيره ان شاء الله. هكذا اوكي جماعه واش نقول لكم؟ تصبحوا على خير وليلة سعيدة إن شاء الله. وما تنساوش نضغطوا بعد خمس دقائق ندخل اليوتيوب نلقى ألف تعليق. سلام. هيا واش نقول لكم؟ ليلة سعيدة. وكاينة حاجة ثانية جماعة، وصلوا الروابط جماعة زملائكم. أنا ماذا بيا وي تفضل حطنا الروابط في الصفحة نتاع الفيسبوك ولا في التليجرام باه ننشر. دايرهم أنا ندير كل شيء في الصفحة تلقوها، في التليجرام تلقوها، انستغرام تلقوها، كل شيء كاتبكم انا تلقاو مثلا منشور يقول لك الروابط في اول تعليق، روح الاول تعليق تلقاه. استاذ نظام الي من درتها لي حساب يا نظام الي مازلنا رانا في المراجعه يا صديقي. نظام الي ليه مش حاب نديرو باسكو راح تقراوه كي تجي قرايكم ما راح تقراو الانظمه الاليه. اوكي نعم اسمع الدروس على منش نسمع فيك ملاح بالنسبه للدروس بالنسبه للتدرجات الثانويه جماعه رجعوا لكم زوج محاور الاخرين، محور تاع وظيفه تضخيم الاستطاعه مضخم سيم بي وترياك والدالينتون والمصفات تقراوهم، واللي رجعوا لكم محور تاع مستبدلات مستبدل تماثلي رقمي مستبدل رقمي تماثل، وهذا احسن درس عندكم هذا لازم تكون تعرفوه. اوكي هذا واش زادوك ما فيش فعلا استاذ كان المصفات والواحد كان عامل فات لا ما يوصلوش ليهم بسبب الكورونا دخول متاخر والانقطاعات تاع سمانتين وسمانتين وذاك راحوا الدروس الاخرين هذا السبب. كانوا موجودين مين نحاهم في الاخر نحاهم من الاخر بكالوريا 2022 كانوا فيهم لا لا مش داخلين ما دخلوش أستاذ كل وصلوا الموتر با أبا كيف يا أستاذ يطير ما يقدرش يطير تبع لازم السوايع تاعو. أستاذ أنا قريت عند أستاذي في الليسير أنا كملنا البرنامج قبل بوقت عليها كان بلا كان يعوضكم حصص يزيدكم حصص عادي ما كناش نعوض وكنا عادي ماشيين ولا مستحيلات السبعة هنا معناته كان يجري طيارة معناته حصة اللي تقول له مثلا ست سوايع هو كان يديرها في ساعة والله استاذ كملنا قبل بوقت خلاص هنا نشوف على روحي في الاخر تاع العام رحت عند استاذ خلاف درت مراجعه كنت كانوا هما مازالوا خلاص انا كنت كملت البرنامج لا هذا خطا تاع استاذ ماشي بس استاذ حاولت غير كمل البرنامج واللي يخلف لهم في الدروس معليش المهم يا جماعه ما نخلوش الفيديو يطول هيا دمتوا في رعايه الله وراني نبعث لكم التمارين تاع ترانزستور غدوه ان شاء الله نبعث لكم حاولوا فيه اوكي ونهار الخميس الجاي على 9 ان شاء الله نديروا حصه على ترانزستور هيا بالتوفيق للجميع وليله سعيده والواقع اجمل ان شاء الله هيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.